مساء الخير معلم. طاب جرحك ولا لسه؟ ايه. انت كتير محظوظ، لانه احيانا في جروح ما بتطيب ابدا. معلم انا بعرف انك كنت بتحبها كتير، ليش قتلتها؟ لاني بحبها قتلتها. لو اني ما كنت بحبها وما بتعني لي كتير ما كنت قتلتها. بس كان فيك تسامحها. هذا الحكي كتير سهل، عم تحكي هيك لأنك ما جربت سم المنافسة. لو أن تركتني لأي سبب غير الخيانة كنت تركتها بحالها وكنت ممكن سامحها. طيب ليش ما قتلتني أنا كمان؟ يلي عملته أنا اسمه خيانة. أنت كنت مجهز حالك لحتى تموت. كيف بدي أقتل حدا ميت؟ لحتى الواحد ينتقم من عدوه صح لازم يحرمه من الحياة. ليش دافعت عنه ولبست القصة كلها؟ ليش ما قلت إنها كانت قايلت لك إنه رايحة لعند خالتها؟ لأني ما تحملت فكرة إني أحكي على شرفك وعرضك قدام كل الرجال وحراسك الشخصيين. أنا ما كان بدي أحكي وأفضح المدام قدام الكل.